السنة دي أول جمهورية الحمد لله في 2016. مشكلة في العربية، ميكانيك اللي كانت ماشية تو ويل مش فور ويل، فده كان ريسكي قوي. عندي في أي سوفت ساند بلاقي نفسي لازم أدوس جامد، حتى لو خايفة من صخرة أو حاجة لازم أدوس جامد علشان ما أغرس. كنا نزلنا تريننج كذا مرة، بس مثلا كان بالنسبة لي مثلا كان في حاجات أول مرة أستعملها، يعني الرود بوك كان بالنسبة لي لا فهماه وقعدت ذاكرته امبارح وآي ميد شور إن أنا حطيت الكوماندز بتاعتي والساينس فهمتها كويس. بس كان عندنا مشكلة ان الجي بي اس كان مع الاورجنايزرز ما كانش معانا، فلما اخذنا الجي بي اس كان في شوية تهييس في الجي بي اس. And now welcoming onto the stage our female driver of the rally. تحية كبيرة قوي، and a big shout out to يارا شلبي.